الأسهل للتعبير عن ما فيه، إتاحة المجال للمشاركة في معارض. الحمد لله فزت بمسابقتين كانوا على مستوى جقي للدخول إلى عالم الألوان. عبر عن قصيدة الشعر بكل أوقات كانت بتضل المشاركة في المسابقة، لأنه كان فزت طبعا الحمد لله بالمركز الثاني. الوحيدة لأوصل رسالة للعالم إنه الوطن العربي العالمية التي أقيمت في دبي 2006 الأمل يجعل الحلم أجمل.